نمشيو ناخذ معنا في اول مكالمه فؤاد على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله استاذ فؤاد، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور استاذ الحمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مزيان بارك عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. جمعه مباركه علينا وعليك ان شاء الله. على ذكر الطاجين، ايه راه تصنت الحلقه هذه على ذكر الطاجين، شهيتينا هذا الصباح. اليوم الجمعه فؤاد، كاين كسكسو ما كاينش طاجين. انا 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 انسان مصاب بداء السكري من تيب 2. نعم نعم. وصافي دابا شهرين وانا كناكل غير الطاجين بزيت العود وهاد الخضر اللي قال الاستاذ الحليمي، لان كنصنفي بزاف. اييه جيد. وبغيت نعرف هاد العناصر المكونات اللي قال في الخضره، واش هي يعني حميه لاصحاب داء السكري؟ داء السكري اييه. حاجه ملي دخلتي معنا الفصل الخريف فصل الصيف. اييه نعم. اللي ذكر فيه الدجاج، لان انا حيدت اللحم وحيدت الدجاج الرومي والبيض وداكشي كاع العناصر اللي ذكر فيها. واخا. وحيدت الفورس ما بقيتش كناكلو، وحيدت ماكل الزنقه، حيدت المعلبات، حيدت كلشي هاد الحوايج هادو وداخل في الريجيم. اييه. ودابا هذه شهرين الحمد لله طيبه، حيداتني لكم بخيمي كاملين. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك فؤاد. وشوف هذه تستحق فعلا، تستحق عليها برافو كبيره. وما اكثر هذه الحاله استاذ عفاف. تبارك الله عليك فؤاد. نعم نعم. كان وزن 86 الحمد لله، ربع عندي 75. تبارك الله عليك. الحمد لله. برافو عليك. كانت عندي الكرش حيدات، المهم الحمد لله غادي في اتجاه صحيح. تبارك الله عليك، غادي في المسار الصحيح. نعم. واللحم والدجاج داكشي حيدتو، حيدت كلشي، كناكل غير الطعيشه بالطاجين، كنفطر غير بزيت العود والخبز ديال البلبوله ديال الشعير. ديال الشعير اييه. واتاي مسوس، وبغيت غير نعرف شي حوايج، واش الزبده بلديه، كناكل البيض بلدي، وكناكل ذاك ميلو ديال الزنقه، ذاك المعلب. المعلب بس ما تعطينيش اسم الماركه. لا غير الميلو بوحدو ديال الزيت. اييه. بغيت نعرف واش هاد الحوايج هما خصني نحيدهم ولا نكملهم. وسولتي على الزبده بلديه والبيض بلدي ياك؟ فوالا البيض بلدي والزبده بلديه. بلدي وهذا المعلب اييه. غير الطون بوحده ماشي الاخر ما كناكلوش. طون اييه واخا. الطون كنجيبو كنحيدو من الزيت وكناكلو. واخا انا نسولك انت قاطن في الدار البيضاء ياك؟ قاطن في الدار البيضاء الحمد لله. يعني في المغرب؟ في المغرب اه. غاتمشي تشري الطون، واحد جوج كيلو ديال الطون، وغنوريك كيفاش تصاوبو في الدار عندك. الله اودي يا يلا مرحبا. يلا غير زيد الاجتهاد ديالك شويه فؤاد. غير زيد شويه الاجتهاد. لا الحمد لله والله العظيم. برافو ليك برافو ليك. نطليلة غادي معاه في داكشي اللي كيقول الحمد لله. شوف وجسمك جاوبك، وانت وصلتي لواحد المستوى، عطيتي واحد الدرس، وصلتي لواحد المستوى، وانت تجربه من التجارب اللي نجحات، ونتمنوا الناس يستافدوا من هذه التجربه. نعم. الحمد لله. ومن ثلاثه كان عندي ثلاثه الكرام و11 في الخزان، ما قد ما عبرتوش، باقي ثلاث شهور ما وصلتش. أيه. اكيد غتلقى ناقص، اكيد غتلقى ناقص. التجربه تاعها لي ديك الشهر اللي راه الشهر اللي فات. اييه. لقيت 0.79 في. برافو ليك. برافو ليك. 4 غرام و19. نعم. برافو ليك. برافو ليك. حاليا فقت الصباح عبرت ولقيت غرام. شوف انت دابا انطلاقا من اليوم. فانت انسان لست مصاب بداء السكري، لان قلتي في الاول الحلقه مصاب بداء السكري. انت الان انسان سوي، ما عندكش مرض السكري تماما، بحكم لي زانديكاتور بيولوجيك اللي انت عندك، الخزان ولا غليسيمي اجان ولا غليسيمي بوست برونديال. وباغ ديفينيسيون في العالم كامل من خلال لا غليسيمي اجان ولا غليسيمي بوست برونديال ولا اش بي ا ان سي ليموغلوبين غليكي، انت وزيت واحد الانسان اللي ماشي ديابيتيك. الحمد لله. الحمد لله. التحاليل كامل عطاتني انا قلت لك عندك لي زانديكاتور بيولوجيك كاملين مزيانين. نعم. اذا انت انسان سوي لا تعاني من مرض السكري. نعم. اذا المؤشرات اللي ذكرتيها فؤاد كامله كتقول باللي انت راك ماشي مصاب بداء السكري، وان شاء الله نتمنى وانا وحتى الخزان ان شاء الله. ايوه. والجميل انك كنت مصاب بداء السكري وما بقيتيش مصاب بداء السكري. حتى واحد النصيحه كنتي قلتي على زيت العود، كتديرها جوج معالق في الصباح. نعم. كنديرها من لي شهرين وانا كنديرها، والله الحمد لله الا بيا خير، ما حاسس بوالو دابا الحمد لله. نعم. انا نقول لك شنو وقع في الجسم ديالك. نعم. دابا نجاوبك ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله فؤاد، ونتمنى لك الصحه والسلامه ان شاء الله دائما. شكرا جزيلا، وصراحه كانت المكالمه ديالك مفرحه بزاف. ربما امل بزاف ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال داء السكري استاذ احليمي، ومازال ما عارفينش يتعايشوا معاه، ومازال. نعم. اسئله كثيره في بالهم كتطرح، يعني الحمد لله فؤاد شوف راه تكلمنا واحد المده اللي هي وجيزه بزاف، راه مازال. نعم. ما وصلش حتى الوقت باش يعاود التحليله ديال الخزان. نعم. 11. نعم. والحمد لله دابا المؤشرات اللي تكلم عليها كلها مزيانه. نعم. والسي فؤاد قدر انه يغلب المرض ماشي عايش تعيش معاه. نعم. يعني يغلبوه، وممكن نغلبوه. هذا مثال للناس اللي كيتصنتوا لنا دابا، مثال الانسان المكافح اللي كيوصل لواحد النتيجه. ما يمكنش تكون انت مكافح وما توصلش لواحد النتيجه. بالحق باش توصل للنتيجه، باش تقطع التفاح
وتقطع الليمون وتقطع البنان، خصك هذيك الشجيره تجيبها باقا صغيره وتبقى تسقيها وتعتني بها وتحضي الحيوانات ما يقيسوهاش وتولي تبغيها، اكيد واحد النهار تعطيك لو فخوي. ولو فخوي ديالنا الصحه راه ما تتوقعش شي واحد يقول لك هاك، ما تتوقعش غتشري الصحه بالفلوس، لان الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تشريها في العالم دابا المبادئ ولات كتباع الا الصحه. الصحه مستحيل تقدر تشري الصحه، فالصحه الانسان كنز بين يده يحافظ عليها. وممكن فين ما وصل، اقول واعني ما اقول، اي درجه المرض وصلتي له ممكن انك ترجع. نعم يمكن انك ترجع. فالاخ الكريم هو مثال حي للانسان اللي هو التزم. شنو وقع له في الجسم ديالو؟ الجسم ديالو نقى راسه، البنكرياس نقات راسها، هبط له الوزن. جميل جدا. علاش؟ لان لو ديابيت تيب 1، وهذه بالنسبه للاخوان المختصين الله يجازيهم بخير، فلو ديابيت تيب 1 شنو هو؟ سون ريزيستونس لانسولين. الوغ لا ريزيستونس لانسولين كتجي من خلال مي كيكون لانسولين كيطلع بزاف وكيهبط بزاف، زائد ان كيبقى لي ريسبتور ديال الانسولين ما كيبقاوش يتلاقاو ولا ما كيبقاوش يعرفوا الانسولين. بسبب ياش؟ بسبب لي زاديبوسيت، وبسبب الاغوماتاس، وبسبب الاديبونيكتين. هادو مواد الا حاولنا نبحثوا فيها غنلقاو بشكل علمي الاخ فؤاد علاش رجع للحاله العاديه ديالو، لانه نقص لو بوا. ومن نقص لو بوا، باش نقص لو بوا ما مشاش دار اشياء اللي هي فيها علم الله شنو، دار مسائل بسيطه جدا. شنو هي؟ هو انه اهتم بالنمط ديالو، نقى الافكار ديالو، اهتم بالنظام الغذائي ديالو، يعتمد على اغذيه موسميه، الجسم ديالو جاوبو. علاش؟ نقص له الوزن، نقصت له لا ريزيستونس، نقصت له لا ريزيستونس، ولا الانسولين كيقوم بالمفعول ديالو، ولا الانسولين كيتلاقى مع الجلوت 4 كيعرف الريسبتور ديالو، مي كيعرف الريسبتور ديالو ولا كيدخل له السكر ويخرج، مي بقى يدخل السكر ويخرج، الجسم ديالو ولا كيتصرف بشكل عادي. والدليل هو انه لا جليسيمي اجان عنده عاديه، لا جليسيمي بوست برونديال عنده عاديه، 1.16 بوست برونديال، 0.79 اجان. فبالنسبه لي انا هذا انسان سوي، ما عندوش، يقدر يكون كان عنده مشكل سكري، من اليوم ما عندوش مرض السكري. نعم. نعم. سول استاذ احليمي على الطاجين ولا الخضر الموسميه اللي حنا كنتكلموا عليها، ربما السفرجل، بطاطا حلوه، غنتكلموا على الفواكه مثلا الرمان او لا. بزاف ديال الناس المصابين بداء السكري كيتخوفوا منها. نعم. البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه يجب انهم ياخذوها مرضى السكري. علاش؟ لان الناس ربما خلطوا بين البطاطا، لان كاينه في اللغه العربيه كاينه البطاطا بلا ما نزيدوا لها حلوه. أيه. البطاطا اوتوماتيكمون هي البطاطا الحلوه. نعم. والبطاطس هي البطاطا العاديه. نعم. باش نكونوا صرحاء، البطاطس هي متعبه للبنكرياس. البطاطا العاديه اللي كناكلو متعبه جدا للبنكرياس، خاصة وحنا دابا عندنا البطاطا الزريعة ديالها، وراك كتعرفوا البطاطا البلدية ما يعني ولات قليلة. فالبطاطا الآن 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 هنا كنهضر مثلا انطلاقا من ولا يوم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا البطاطا العادية ما عنديش دابا في الدار وما كندخلهاش للدار. علاش؟ لأنها كاينة. أنا كنقول لالات البطاطا العادية هي البطاطا الحلوة. علاش؟ لأن اللي ما عارفيش المغاربة هو أن سولوا، ماشي الجيل للأسف، الجيل اللي مشى يعني الجيل اللي قبل الحرب العالمية، الجيل اللي قبل الحرب العالميه، الى مشيتوا والخطير اننا ملي كنلقاو فين اصل البطاطا الحلوه، منين اصل البطاطا القصبيه، كلشي كيقول لا من امريكا اللاتينيه. لا، خطا والله يعطيكم الخير. شي حاجه ما نكونوش متاكدين منها ما نقولوهاش. علاش؟ لان هذه شحال كان يتم التدوين ديال الثقافه ديالنا ديال العرب وديال المسلمين. لما جات واحد المرحله تم طمس هذه الثقافه وهذه التدوينات، تم التلف ديالها، ولينا كنشوفوا. لان الا مشينا مثلا البطاطا الحلوه الاصل ديالها من امريكا اللاتينيه، شكون اللي مشى لامريكا اللاتينيه؟ ماشي الناس الاندلس. وشكون اللي فتح الاندلس؟ ماشي المسلمين. وبالتالي منين نجيو نهضروا، لان تصور البطاطا دابا، البطاطا الحلوه، رجعوا للتاريخ، البطاطا الحلوه بدلت بعض التاريخ اللي كنا كنعتقده. شكون اللي اكتشف امريكا البطاطا الحلوه؟ الان الى رجعتوا للتفاصيل اخوان في التاريخ اللي هما راهم اجور وعارفين المعلومات اللي هي جديده، فالبطاطا الحلوه بوحدها بدلات شكون اكتشف امريكا اللاتينيه، ماشي هذاك الشخص اللي كلشي كيهضر عليه واللي قراوه لنا في التاريخ ولا لا. وبسبب البطاطا الحلوه، لانها معيار اساسي في التاريخ. فالبطاطا الحلوه المغرب كله كان كيزرع البطاطا الحلوه، البطاطا العادية المغرب ما كانش كيعرفها، واحد كمية بسيطة. شكون اللي دخلها؟ دخلها المستعمر، هو اللي دخلها البلاد. فهذه شحال، وسولوا الناس القدام، البطاطا الحلوة كانت تزرع، والأرض ديال المغرب تزرع فيها البطاطا من طنجة للقويرة. جميع الأرض في المغرب تصلح للبطاطا الحلوة. والجميل أن البطاطا الحلوة
الزريعه ديالها دايره بحال اللوايه، غير عويد صغير كتحطو واحد 50 سنتيم بين العود والعود، العود فيه 30 سنتيم كتحطو في شهر 5 صافي، عندك الارض هذه مزيانه لا فيرتيليتي ديال الارض صافي، دابا كتجني البطاطا الحلوه. فهذا الشيء اش كنقولها، الجميل هو ان البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه الفرق بيناتهم بين السماء والارض، بحال الفرق بين السماء والارض. علاش؟ لان البطاطا العاديه فيها لاميدون، لاميدون هو النشا، والنشا متعب، متعب للمعده، متعب للجهاز الهضمي، ومتعب. شوف غير تاكل مثلا، تاكل غير بطاطا عاديه كتراس تحس براسك تنفختي، دغيا عمرتي، كيحس الانسان ثقيل. ايوا شنو معنى هذيك الثقاله؟ انها متعبه للمعده ومتعبه للبنكرياس، مع العلم ان البطاطا البطاطا الحلوه فيها ماشي لاميدون، ماشي النشا. وهنا بعض الناس كيعطيو بعض المعلومات، مريض السكري اللي حيت سمعوا البطاطا الحلوه صافي كيقولوا لا راه طلع السكر. ابدا، بالعكس، مريض السكري تعطيه البطاطا الحلوه. علاش؟ لان في ماده الانولين، وماده الانولين هي التركيبه كتشبه الانسولين، لان فيها الفريكتوز، والفريكتوز ما كيحتاجش الانسولين، والاخوه راه كيعرفوا هذه المساله هذه. فبالعكس البطاطا القصبيه ولا البطاطا الحلوه، وانا كنقول من الاشياء اللي لعبات دور في خفض السكر عند السي فؤاد هو استعماله لهذ الخضر هذوما. علاش؟ لان من غير ماده الانولين فيها الياف، والالياف دايره بحال داك بالدارجه كنقولوا احنا البونجا، هذيك الالياف كتشد الكوليسترول اللي هو زايد في الامعاء، كتشد السكر اللي هو زايد في الامعاء. اكثر من هكايا، انها البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه كتغذي بكتيريات في الامعاء كيتسماو لي بروبيوتيك، حيت هي بريبيوتيك مغذيه، وهذوك البكتيريات كيخفضوا لنا السكر وكيخفضوا لنا حتى الكوليسترول، كيحولوا الكوليسترول للكوبروستانول وكيخرج عبر الخروج. فهادشي اش كنقول انايا، هاد البطاطا القصبيه ولا البطاطا الحلوه ولا السفرجل هما عمالقه في التغذيه، والجو الحمد لله في المغرب ما يمكنش شي دوله، زعما انا اظن وزعما على حد علمي ما كايناش شي دوله في العالم دابا تلقى فيها البطاطا القصبيه وتلقى فيها السفرجل وتلقى فيها البطاطا الحلوه وتلقى فيها الثوم بلديه وتلقى فيها البصله بلديه وتلقى فيها الرمان دابا وتلقى فيها البلوط دابا وتلقى فيها التفاح دابا. فما نظنش شي دوله في العالم، شوف الاخوان وهذا الشيء كنقول انا باعتراف الفلاحه الكبار في العالم، ما كاينش شي تنوع غذائي، واحد التنوع غذائي رهيب في الاغذيه عندنا في البلاد. علاش ما نقولوش الحمد لله على هاد القيمه هذه، ونستافدوا منها حنايا في الطاجين ديالنا، ونعطيوها لوليداتنا ونعطيوها للاسره ديالنا، من اجل اننا نكونوا في منأى عفوا على هاد الامراض اللي كاينه دابا واللي كتنتشر في العالم. نعم نعم، كفي انا دائما من خلال برنامجكم صحه وسلامه اكيد على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. استاذ احلمي، كنا توقفنا في السؤال ديال فؤاد من مدينه الدار البيضاء، كان سؤاله الثاني على الزبده البلديه مع البيض البلدي. نعم. بالنسبه للناس المصابين بداء السكري، هو باش تجمع الزبده البلديه مع البيض البلدي مثلا، الا كانوا يتجمعوا بجوج لا. يعني مثلا ربما يقصد السي فؤاد انه يطيب بها، اكيد غيكون على علم انه ما خصوش يطيب بها. اما بوحدها ما كاينش مشكل، البيض البلدي ما كاينش مشكل. علاش؟ لان فيه بيض البلدي فيه مواد، منه ماده اللوتين، منه الاوميغا 3. الوغ الاوميغا 3 اللي كاينه في البيض واللي كتجمع مع ماده السكوالين اللي كتجي من الاسماك، فجيده جدا للبنكرياس، وخاصه لما كيكون ماده الكوليسترول اللي كاينه في البيض هي ماده، لان احنا ما عندناش مشكل مع الكوليسترول باكثر ما عندنا مشكل مع الهوموسيستين. الوغ ديك الساعه ان شاء الله نديروا حلقه خاصه على هذا المشكل ديال الكوليسترول الحقيقي. فالاوميغا 3 من الاسماك، زائد الدهون اللي كاينه بصفه عامه اللي كاينه في البيض، زائد ماده السكوالين، هي جيده جدا للعمل ديال الكبد والعمل ديال الهرمونات، وحنا كنهضروا على الانسولين، فكذلك غيكون جيده جدا للعمل ديال الانسولين، لان هي اللي كتحفز ودايوغ لي ريسبتور المستقبلات ديال الانسولين غلوت 4 ولا جميع المستقبلات اللي كاينه في الجسم هي مكونه من الكوليسترول. وبالتالي ملي كتاخذ البيض البلدي انت كواحد اللي كنتي مريض بالسكري، فجيد جدا والحمد لله انه تشافى وانه الحمد لله يعيش الحياه ديالو عاديه. فقط واحد القوس فيما يخص المساله ديال كيفاش يصاوب الطون، سمك الطون. اي سمك الطون غيمشي ياخذ لنا، انا الى 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 قال لي شي واحد مشي دوله سولني واش ناخذ هذه، نقدر نتفاهمه. بالحق نجيو حنا في المغرب البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، فما عندناش عذر اننا ناخذوا شي حاجه الا نصوبوا داك الشيء في المنزل ديالنا. فغادي ناخذوا واحد جوج كيلو لا ولا كاع حتى 3 كيلو ديال الطون، سمك الطون، نخليوه بالشوك ديالو،
ونحطوه فوق الكسكاس اللي كنبخرو فيه كسكسو بحال اليوم. الوغ كيما كنشدو كسكاس ونديرو فيه الماء ونحطوه يتبخر الكسكسو بلاصه كسكسو غادي نديرو الاسماك، نحطو هذا السمك الطون نخليو. علاش خلينا له الشوك؟ لان ما غيبغيش يحيد، غيجينا بصعوبه بالحق. الا تبخر دغيا غيجي ساهل يحيد. الوغ نحطو هذاك الماء شنو نديرو فيه؟ نديرو فيه جميع الاعشاب المنسمه، ما كاينش مشكل. ونسدو كاع الزعتر ونرشوه شويه على داك السمك ديال الطون، كيطلق رائحه جيده، فنخليوه تيتبخر مزيان. كنجبدوه كيكون طاب، كنحيدو داك المرسوات الكبار، واحد المنطقه كتكون سوداء من الاحسن ما نديروهاش. أيه. نستهلكوا هذاك الساعه بالحق ما نديروهاش. ففادي الوغ نحيدو مرسوات كبار، غنحيدو الشوك غيتحيدنا بسهوله، وغادي نديروه في واحد الاواني ديال الزجاج اللي تكون كتسد مزيان. هذوك كاين واحد البوكال كيتباع بواحد الجوع عنده في الجناب. الوغ هذاك نشدو هذاك لي مورسو نحطوهم، نكبوا عليه زيت الزيتون، نديروا معاه ورقه سيدنا موسى اللي بغاو الناس الحار، البربرين والكابسيسين، المواد اللي دامت جيده في هذا الفصل ديال الشتاء. الوغ نزيدوا معاه واحد المزيوده ديال الحار كما كنقولوا بالمصطلح ديالنا، ونسدوها. نقدر نصاوب انايا 2 كيلو 3 كيلو ودوز لي شهر كامل واكثر من شهر، جيد جدا وكتجي رائعه جدا. فقط انها خاصنا نديروا لها زيت الزيتون، نغطيوها حتى الفوق، ما نبقاوش نحلو نسدو، واللي حليناها نستهلكوها. نعم.